يستمر اليمين المتطرف بحملته المحرضة ضد الأسير هشام أبو هواش الذي انتزع حريته مؤخرا بعد أن خاض إضرابا عن الطعام دام 141 يوما. وانتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعضو الكنيسة العنصري إيتمار بن غفير يحاول اقتحام الغرفة التي يخضع بها الأسير الإداري أبو هواش للعلاج، إلا أن أقرباء الأسير ومعهم نشطاء من المجتمع العربي ورئيس القائمة المشتركة أيمن عودي قاموا بالتصدي لبن غفير ومنعه من تحقيق مآربه باستفزاز الأسير. هذا وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو وعلقوا على الشكل التالي، حيث نشر بسام أبو الحي على صفحته في فيسبوك: الأسير هشام أبو هواش ينتصر في معركته البطولية المشرفة بعد إضراب عن الطعام لمدة 41 يوما بعد 100، والنائب الصهيوني المتطرف بن غفير يحاول اقتحام القسم الموجود به البطل أبو هواش في المستشفى ويتصدى له المتضامنون والمتضامنات. الحرية للأسرى. ونشر الناشط على تويتر يوسف دحدوح صورة للأسير الهواش وهو يتلقى الملعقة الأولى بعد فك الإضراب، وكتب على الشكل التالي: الملعقة الأولى للأسير هشام أبو هواش بعد إضراب عن الطعام ل 141 يوما، هشام أبو هواش. أما الدكتور طارق خوري فغرد على انتصار الهواش عبر حسابه في تويتر أيضا: إنكم ملاقون أعظم انتصار لأعظم صبر في التاريخ، بعد 141 يوما من الصبر والصمود الأسير البطل هشام أبو هواش ينتصر على المحتل بمعركة الأمعاء الخاوية، مبروك الحرية للأسير البطل ولشعبنا الصابر الصامد. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام جولتنا البانورامية، لا تنسوا متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى اللقاء.